صراحة. اللي يطلع له الجيكر يسأل أي أحد يبي. شنو يسأله؟ يعني مثلاً أنا طلع الجيكر. أقول خالي يقول كلمة صراحة حق أي واحد تبي مثلاً هذا شنو ودك تسوي؟ يعني كذي. أوكي؟ شنو أقول؟ كيفك أي سؤال تبي؟ أسأله سؤال. أي سؤال يجاوب عليه. مو طيب قصب يجاوب ها؟ يلا. يلا. أنا عندي الجيكر. حمود بسألك سؤال وقوله بصراحة. شنو اللي بقلبك ودك تقوله حق الخال؟ بصراحة؟ بصراحة اللي بقلبك. بصراحة ها؟ إيه. بكره. اي ما احب شنو خالي 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 هاي صراحة ادي هذه صراحة من قلب تكرهني لعبة صراحة خالي خالي هذه لعبة خلاص هذا يقوله من قلب اي يعني اي اي شيء يقوله من قلب صح يلا تكرهها ما تقدر تشد بتتحاسب انها اي صح صح كيفه كيفه قلبه يلا يعني ثاني مرة خالي قول اللي اسمع قول اللي بقلبك شنو ودك يعني يعني تقول له شنو ابي اقول يعني لا لا اها يعني ليش هالظلم هذا ليش هسه شوف بس يجي الدور عندي شو راح اسوي